انت دلوقتي بين الحياه والموت. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن، هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنكمل سلسله التريلر رياكشنز بتاعتنا لمسلسلات رمضان. عملنا كام حبه تريلرز رياكشنز حلوين كده الفتره اللي فاتت. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لمسلسل اسمه حرب اهليه. ده المسلسل بتاع يسرى. اللي بيشارك البطولة هو مع يسرى، باسل خياط، جميلة عوض، واروى جودة، وخالد حجاج، ومحمود حجازي، وناس تانية كده انا بصراحة معرفهمش. انا بصراحة لو هتفرج على المسلسل ده هتفرج عشان خاطر باسل خياط. انا بحب باسل خياط، بحب تمثيله يعني. مش عارف اذا كان ممكن يطلع حلو ولا لأ، بس في ناس كتير قوي قالوا ان المسلسل خيانة عهد، المسلسل بتاع السنة اللي فاتت احسن من ده، يعني هم قالوا كده من التريلر. انا ما شفتش خيانة عهد وما شفتش التريلر بتاع ده، فانا بصراحة مش حاضر اقرر مين احسن ومين مش احسن. يعني انا هتفرج على التريلر، عجبني هتفرج، ما عجبنيش مش هتفرج. هو من تأليف احمد عادل سلطان ومن اخراج سامح عبد العزيز. انا بحب برضو المخرج سامح عبد العزيز. الله اعلم هل هيبقى وحش هل هيبقى حلو، وده هنكتشفه معنا التريلر النهاردة هنا على هوم سينما. كالعادة طبعا ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاك دلوقتي الاول مرة. يلا بينا. انت طبعا فاكرة ان حالتك لا يمكن تسوق عن كده، مع الاهمال حالتك هتسوق اكتر واكتر. انت عيلة غريبة قوي، بتصوروا لبعض، مجانين في بعض، فضلت اغرس برجلي في حياتها من غير ما احس، لقيتنا متجوزين. بابي مش ممكن تكون بني ادم. هو انا تلميذ؟ احنا مش واطيين، احنا بنربي الواطي. اوكي. مسلسل شكله مش وحش، بس مع الاسف مش حدي نسبة ترقب في المسلسل ده، لان برضو هو تيزر قوي مش تريلر. شكله حلو، شكله حلو. معرفش اذا كان هيخش معانا في القائمة بتاعتنا بتاعت مسلسلات رمضان او لا، يعني على حسب بقى. زي ما قلت لكم قبل كده هنعمل قائمة كده نهائية في مسلسلات رمضان، هنشوف هنتفرج على ايه ولا مش هنتفرج على ايه. نعمل حاجة جديدة تاني النهاردة يا جماعة، هنحط تريلر تاني. انا هتفرج على تريلر تاني لمسلسل هينزل يعني برضو لسه في رمضان، وهو تيزر برضو لمسلسل ياسر جلال. فانا فكرت جات لي فكرة احسن ان انا ممكن احط تو تريلرز احسن في فيديو واحد. كنت عايز اوصلهم تلاتة، بس انا قلت مش عايز ابقى هو قوي، فقلت كفاية اتنين يعني، يا واحد يا اتنين يعني. حساس الحلقة تبقى صغيرة قوي، فحعمل التيزر كمان بتاع المسلسل اللي اسمه دل راجل. في ناس برضو قالوا ان التريلر حلو. انا مش عارف، هو مسلسلات رمضان السنه دي كلها حلوه يا جماعه، انا مش فاهم هو فيه ايه. طب هنتفرج على ايه ولا مش هنتفرج على ايه؟ وشكلي في الاخر مش هتفرج على اي حاجه يعني. ما اعرفش القائمه النهائيه هتبقى عامله ازاي بصراحه، يعني ما اعرفش بصراحه القائمه النهائيه هتبقى عامله ازاي. يعني انا هتبقى كله حلو حلو حلو، طب ما فيش حاجه وحشه عشان ما نتفرجش عليها؟ يعني انا مش فاهم هو فيه ايه يا جماعه. مسلسل دل راجل هو من تاليف احمد عبد الفتاح ومن اخراج احمد صالح، ومعنا في فريق البطوله في الكاست ليست ياسر جلال، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، احمد عادل، واحمد حلاوه، ونعم سلوسة، وفي نور الممثله اللي كانت طالعه نور اللبنانيه اللي كانت طالعه في رحيم، صح كان رحيم اسمه. مسلسل بتاع السنه اللي فاتت بتاع ياسر جلال ما كانش وحش قوي، بس بصراحه ابتديت امل منه برضو في النص. يعني كان حلو في اوله وبعد كده ابتديت اتنفخ منه صراحه. ما كانش حلو قوي يعني، لا مؤاخذه يعني، في النص لحد النص كان حلو الى حد ما، وبعد كده ابتديت امل منه نفخت يعني من الاخر يعني. رحيم بالنسبه لي ما كانش حلو خالص، انا ما عجبنيش ولا هو ولا لمس اكتاف، كانوا الاثنين بصراحه كانوا نفخ السنين يعني. الزل الرئيس انا ما شفتوش لحد النهارده يعني. ما علينا، يلا بينا نتفرج على التريزر او الرياكشن بتاع دل راجل، مسلسل دل راجل بتاع ياسر جلال. طبعا كالعاده ما شفتوش ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. بنتنا مش وابه يا جلال عشان نخبيها عن الناس. الناس يا ابني ممكن تنسى اللي اتحكى، لكن مش ممكن تنسى اللي شافيته قدام عينيها ابدا. الشر دخل خلاص، ضيع بنتي. حكاية بنتك دي ممكن تتهرس. مش عايزة أخف على حساب حق بنتي. اسند بنتك الأول وبعدين أبقى أعمل فيها ما بدالك.
تقدر تقول الحكايه دي حصلت ازاي؟ اطلع بره بعد اذنك، هتموت ألف مره من اللي هتقولوه عليها. الراجل ده معذور مذبوح من جواه. توعك توصلينا للي احنا فيه ده؟ ما عملتش حاجه، بتصحينا كلنا على كابوس ملوش اخر. احنا عايشين في ظل راجل. بصراحه المسلسل ما شدنيش برضو، مش هيبقى فيه نسبة ترقب لان برضو ده تيزر مش تريلر. مش عاجبني قوي المسلسل بصراحة، حسيته برضو هيبقى حاجة شبيهة برضو للمسة اكتاف بقى على رحيم. مش اترخت انا بصراحة من الجو ده، ما اعتقدش ان انا هشوف حاجة جديدة يعني في المسلسل ده بصراحة، يعني غير بقى لو سمعت اراء ناس تانية ممكن بعد كده من اراء الناس اخطف لي مثلا حلقة او حلقتين يعجبني مسلسل اكمله، ما اتفرج على اول حلقه حلقتين ما يعجبنيش مش هكمله. بس مش حاسه يعني المسلسل ده يعني، على عكس تريلر رياكشن اللي كنت عامله بتاع هجمه مرتده ولعبه نيوتن والاختيار الجزء الثاني، لا حسيت في حاجه بتشد في المسلسل. كان المسلسل ده حاسس بصراحه، مع كامل الاحترام لكل صناع العمل في المسلسل ده، بس بصراحه المسلسل ما شدنيش خالص يعني. ما علينا، ربنا سهل. برضو لسه مش عارفين ايه اللي هتبقى في القائمه النهائيه يعني مبدئيا. بس ده كان التريلر رياكشنز بتاعتنا النهاردة ليه هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. باي باي.